أبو عبد الرحيم أو مومن وهو اسم الشهرة ديالو. هذا الأخير كان سائق سيارة أجرة ورب أسرة، والمشكل الوحيد ديالو هو إدمانه على الخمر. حاير ضربك من هنا لهنا. ما كاين فين نمشي، أنا جاي. رد البال. واحد السهرة عابرة كمثل باقي السهرات اللي كان تقضيها مع الأصدقاء ديالو، قد تكون نهاية ديال الحياة ديالو. يعني ضربة بسكين، يعني أو آلة حادة قاتلة. ما الذي وقع حتى يتوقف التحقيق في ملف عبد الرحيم؟ لكن راه هناك فرضية أخرى. يطمسوا المعالم ديال الجريمة ونعتبروها جريمة كاملة.